بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم صديقي العزيز صديقتي العزيزه. بيقولوا اللي هيشترك في القناه ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمه. هتقول يا كابتن ما احنا مش هنشترك في القناه ان شاء الله ربنا يكرمنا برضو. صديقي احنا بنعزل، عايز تشترك اشترك، مش عايز تشترك صلاحك واحترم يا صديقي. المهم يا صديقي العزيز، لو جالك عرض من شركه او لو جالك عرض من حد تاخد ضعف الراتب اللي انت بتاخده حاليا، هتعمل ايه؟ طب لو جالك ضعفين، طب لو جالك ثلاثه، طب لو جالك اربعه، أربع أضعاف، خمس أضعاف، ست أضعاف، سبعة أضعاف، عشر أضعاف، عشرين ضعف، هتعمل إيه؟ أكيد هوافق صديقي. لعيب زي إلياس أخوماش بيديك هنا نصيحة مهمة، ما توافقش يا صديقي العزيز. ليه؟ عشان خاطر قيمتك ما تقلش، لأن قيمتك لو قلت في الوقت ده مستحيل تعلى تاني. لاعب المنتخب المغربي ولاعب فياريال رفض عرض ما يترفضش من قبل فريق الهلال السعودي. الياس خماش اتقدم له عرض من الهلال السعودي علشان خاطر يكون بديل للاعب الراحل ميشيل. نعم، كان عندهم باك، كان عندهم جناح يمين اسمه ميشيل، رحل. وتخيل كان هيلعب تحت مين؟ جواو كانسيلو. يعني الياس خماش وجواو كانسيلو ناحيه اليمين، يا عالجمدان. الياس خماش على حسب صحيفه ريفيلو الاسبانيه ان الاسابيع الاخيره شهدت مفاوضات ورغبه كبيره من الهلال السعودي في التعاقد مع الياس خماش. فياريال كان موافق، ما عندوش اي مانع ان هو يبيع، ولكن اللاعب رد على العرض بالرفض وقال ان هو عايز يستمر في اوروبا وعايز يستمر في فياريال، وان مغادرته هتكون بعد كده ان شاء الله باذن الله للانديه الاوروبيه. انا ما عنديش فكره ان انا جاي عايز العب في الدوري السعودي لمجرد ان انا اخد فلوس. هتقول لي يا صديقي الكلام ده بيفكرني واحد من المواهب البرازيليه اللي كانت كبيره في عالم كره القدم، اوسكار لما جاله عرض من الصين قالوا له هتخسر المنتخب البرازيلي وهتخسر تمثيل البرازيل. قال لهم عادي، المهم ان انا واسرتي نعيش حياه كريمه بعد ابطل كوره. وفعلا اوسكار من ساعتها وهو في الصين، اوسكار بقى له اكتر من 6 7 سنين في الصين. ففي لعيبه بيختاروا الفلوس وبتلاقي المسيره بتاعتهم نوعا ما محدش بقى فاكرها، وفي لعيبه ثانيه بتختار المجد. بلال خنوس قالها قبل كده، يابا بلال خنوس قالها قبل كده، قال ان اللعبة الصغيرة لازم تفكر في الاستمرار في اوروبا عشان تعمل كارير. الياس خماش لقت النصيحة وقال لك ان احنا هنستمر في اوروبا، ولو مشيت من اوروبا هروح تاني على مكان في اوروبا. ابن لمسية، ابن برشلونة السابق، موهبة كبيرة جدا في عالم كرة القدم، واحد من الاجنحة اللي ان شاء الله باذن الله تبرز السنة دي في الدوري الاسباني ويقدر ان هو ينتقل لاماكن تاني. الفلوس هتيجي بعدين، الموهبة موجودة وفي عقلية موجودة، الفلوس كده كده جاية. ودي نصيحة قالها فرانك ريبري ليه او بلال ريبري للاعب ريال مدريد، قالها للباك بتاع ريال مدريد الباك الشمال، مش عارف تقريبا نسيت اسمه، معنا كبرنا بقى وبقى بننسى الحاجات ده صديقي. قال له ما تبصش على الفلوس دلوقتي، طول ما انت ملتزم الفلوس كده كده هتيجي، ما تبصش على العز ده. وعلى فكره هو اللي كان بيحكي القصه دي، ديفيد الابا نجم منتخب النمسا، هو اللي حكى الموضوع ده. قال ان انا رحت بيت ريبري ولقيت ان هو فخم ولقيت ان هو جميل ولقيت ان البيت عظيم وابهرني. قال له تهتمش بالحاجات، الحاجات دي كده كده جاي. طول ما انت مستمر وطول ما انت شغال في عالم كره القدم بعقليه ثابته وعقليه واضحه وعندك اهداف هتقدر ان انت تحقق كل ده. وده فعلا اللي طلع قاله ديفيد الابا، قال ان نصيحه ريبري كانت بالنسبه لي كبيره جدا وفرقت كتير جدا معايا. في موضوع الفلوس كده كده ما تستعجلش، هيجي طول ما انت في اوروبا، ما تستعجلش هيجي طول ما انت واثق في موهبتك وطول ما انت واثق في نفسك هيجي. الحاجه الوحيده اللي ممكن تعطلك هي الاصابه، ودي قضاء وقدر، ممكن تجيلك في السعوديه عادي جدا. فبصراحه انا عجبني جدا موقف الياس خماش، لان اخيرا حسيت ان في لعيبه بتدور على المجد اكتر بكتير من ان هي بتدور على الفلوس. حتى كيفن دي بروين لما كان بيقول ان انا معروض عليا عرض كبير لكني ما بفكرش في المال، وجي في نفس التصريح قال لك ان انا لو العرض كبير جدا عادي مفيش اي مشكله، اللي هو اصلا انت مش بتفكر في المال، طب ازاي هتاخد العرض ده لو اعلى من كده؟ معلش بقى فلسفه جوارديولا. طولت انا عليك شويه، بس الصراحه عجبني جدا كلام الياس خماش وعجبني فعل الياس خماش. الهلال السعودي والعروض السعوديه حاليا اللي بيرفضها الموضوع بيكون صعب جدا. زي ابو صلاح مثلا، ابو صلاح رفض عرض من الاتحاد السنه اللي فاتت، عرض كان ما اترفضش بس هو قرر ان هو يكمل في اوروبا. في ناس بتقول ان هو عايز يروح فيليه عشان ياخد العرض كله، صراحه هيكون فكره عبقريه ان انت عملت مجد وخدت الفلوس كلها، دخلتك في حوارات كتير. بس حاليا بقى في صراع كبير جدا ما بين المال والاحلام، ما بين ان انت تحقق حلمك في اوروبا وتعمل مجد واسم كبير، وما بين ان انت تستسهل وتروح تدور على الفلوس.